انت بتقول ايه؟ محدش بلغني في حاجه. حضرتك كان في ناس قالوا لي ان هم هييجوا يدفعوا المصاريف، وقالوا لي ان انا اجي احضر النهارده المحاضرات. ناس مين دول؟ طب انا مش هقدر اقول لحضرتك لانهم طلبوا مني ان انا ما اقولش هم مين. انا مش فاهم منك اي حاجه. غريبه، هي قالت لي اجي وحلاقي كل حاجه جاهزه. هي مين يا اب؟ انت شكلك كده مش مظبوط. انا اسف، انا اسف. معقوله؟ معقوله يا ست حوريه؟ انت كل مره كده تطلعيني لسبع سما وترسمي لي احلام وبعدين تسيبيني انزل على جدور رقبتي، بتعملي كده ليه؟ وجيتي لي ليه؟ ولا يمكن انا كنت بحلم؟ يمكن انت كمان كنت مجرد وهم انا اللي رسمته في خيالي. لا 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 لا، ايه بطل غلق بتاع ده؟ ايه يا عم طارق في ايه؟ هتخبط لنا العربيه الميكروباص. انت لو مشيت كده هتخبطك 1500 ميكروباص. يا عم قلت لك فوق يا عم، شغل المعاد اللي عامل فيك كده. اسمع اللي بقول لك عليه. بقول لك يا فتاح. قول يا ابن عمي. انا موافق ان انا اجي الفرح بتاع التاجر اللي انت قلت لي عليه. اضحك يا اضحك يا اضحك يا فرحتني يا استاذ. يعني ايه يا استاذ تيجي تشتغل معانا؟ يا استاذ عشان تيجي تشتغل معانا يا استاذ لازم تمضي فيش وتشبيه. يا استاذ انت هتشتغل مع الاستاذ عبد الفتاح، اولا حافظ نشيد بلادي بلادي، ثانيا في اغاني في الافراح لازم تقول لها، مثلا زي ليش اشكال الشعريه. ليش اشكال الشعريه؟ طبعا ولا انت عارف شعريه ولا عارف كسكسي ولا مكرونه. انا بضحك يا ابن عم. انت تنورني يا ابن عمي. ده يوم المنى. افتح يا اهو طاري اهو اهو طاري اهو اهو طاري اهو اهو طاري اهو اللي جاب بورسعيد العتبه في بابك اتكات بورسعيد. يلا يلا. وليش اشكال الشعريه؟ ليش اشكال الشعريه؟ ليش اشكال الشعريه؟ ليش اشكال الشعريه؟ لما انا في الغزه ومهريه. ليش اشكال الشعريه؟ واهو جالك اهو اهو جالك.